كرة قدم شركة مستقلة بيبقى فيه أسهم، والأسهم دي بنقدر نضربها في البورصة، بنكسب خلال في البورصة فلوس من خلال الضرائب من خلال التأمينات، ويكون في النسبة الأكبر للدولة فيها. يعني أنا عامل ملفات وسكن عليها الأشخاص، في مشكلة كبيرة جدا في مصر، أجيب الشخص وأدور له على شغلانة أنا عامل مجموعة ملفات على أساسها ببدأ دلوقتي المشاورات، أختار أحمد وسيد إبراهيم لإدارة هذه الملفات، ضمنها ملف الاستثماري وملف الاستثمار في الأندية وملف الاستثمار في اتحاد كرة القدم وتطوير الحكام وتطوير الفار وتطوير المنتخبات الناشئين وتوسعة قاعدة الممارسة من سن البراعم للسن الأكبر. عمل أكتر من محمد صلاح في الاحتراف، يعني هدي مثال حضرتك، أنا النهارده لو مسؤول في اتحاد الكورة عندي نادي الزمالك جه عرض لمصطفى محمد، في جاله الدوري الفرنسي وجاله الدوري التركي، نادي الزمالك الخلاف شخصي مع الناس الفرنسيين دولت وداهم الدوري التركي، أنا كأحمد سليم كمسؤول في اتحاد الكورة أو في وزارة هتدخل هنا قط؟ من حقك تتدخل. لا، هعمل قواعد من خلال الأندية واتحاد الكورة. احنا سمعنا يعني ده وراث جدي الباشا مش هيحترف ومش هيطلع بره الزمالك. لا، القصه دي ان شاء الله. وبعدها بساعتين كان راح يحترف. هو طبعا طبعا لازم حياتك. انا مثلا اما اجي في اتحاد الكوره هعمل حاجه في بونص، هعملها هحط مثلا قائمه اولى لانديه اوروبيه، انجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، لو عندي انا لعيب راح بره انا كاتحاد الكوره ادعم النادي بمبلغ مقابل اللاعب يطلع بره. ما هو الانديه دلوقتي بتتشدد. بس النهارده في حاله مصطفى محمد دي المشكله ما كانتش مشكله ماديه، لان بتهيألي سانت اتيان كان وصل لحد 5 مليون دولار. هو برضه باع باثنين، وباع باثنين عارة سنه ونص واربعه سته. هو طبعا عشان رئيس النادي طلع قال فيه عموله، يعني القصه فيها تنشنه، لكن انا في لحظه ممكن اضغط عن بعض الحاجات بسلسريه محترمه اللي انا اقدر اعمل مخطر محمد صلاح. شوف محمد صلاح والدعايه اللي عاملها ازاي. لازم انا النهارده كاتحاد كوره مع وزاره الشباب مع الانديه، النادي النهارده اتحاد الكوره عمل خمس، اللجنه الثلاثيه الحاليه المحترمه استاذ احمد مجاهد عمل خمس محترفين. انا عامل عندي خمس محترفين، لو في 12 نادي يعني انت بتتكلم في 60 محترف. يبقى عندي 60 محترف وعندي محمد صلاح وكوكا والنني ومحمد المحمدي، ده العدد. لازم يكون في نسبه وتناسب بين الاحتراف الداخلي والاحتراف الخارجي. يا باشا انا النهارده بطلع بجيب استورد جايب 60 ومودي 4. هل النهارده في لعيب في الدوري التونسي موجود في مصر ينافس الدوري التونسي والدوري المغربي؟ شوف النهارده كام لعيب تونسي في الدوري المصري وكام دوري. احنا مصر الولاد، احنا رائده في افريقيا والدول العربيه، لازم كل لعيبتنا منتشره على مستوى الدول العربيه والافريقيه والاوروبيه. طب هو ليه هم ليه شبابنا مش موجودين؟ ما اكيد لو كانوا التشدد في المال، الفلوس، التشدد في الفلوس. وده حصل دلوقتي، ان احنا دلوقتي بقينا ارقامنا مش موجوده في الدول العربيه، لان في فتره من الفترات من سنتين حصل في 2014 مع نادي الزمالك انا جبت 18 لعيب اللي جابوا الدوري ب 22 مليون جنيه، وخدنا الدوري مع فهيرة وخد ايام ايمن حفني وخالد قمر ودودار والمجموعه دي في 2014. النهارده هو الزمالك خد الدوري 2014؟ انا كنت فاكر اخر مره 2004. هياخد السنه دي ان شاء الله. ماشيه للزمالك. فالقصه النهارده اللعيب لوحده معدل 50 و60 مليون. يعني نشوف الدروب ده مره واحده لصالح مين؟ ما انا بقول لحضرتك النهارده انت وزاره الشباب النهارده لازم تحاسب الانديه على ميزانيتها لانها انديه اهليه. النهارده ارتبط بحل مجلس او تقديم استقالته بميزانيته. انا النهارده بيجي لي 30 جنيه واصرف 60، يبقى انا راجل فاشل. ودي بقى اللي بتخلي الاسعار بتضرب والقواعد مش موجوده. فمن خلال الانديه واتحاد كره القدم ووزاره الشباب ان شاء الله يكون احنا موجود. احنا نتبنى فكره، احنا عايزين الست راس قال قبل كده احنا عايزين 1000 محترف بره. هنتبنى فكره تعويض الانديه ومقابلها كل لعيب اجنبي. انا هستنفذ النادي في مبالغ في لعيب اجنبي دخلوا لي. زي ما نحصل النهارده موضوع حراس المرمى الاجانب. انا ايام منتخب ايام كابتن حسن شحاته اكيد ضد الموضوع ده، مش كده؟ طبعا ده انا اول واحد حاربته، والحمد لله حسن بيه زار الله يرحمه، وقدرنا ان احنا نلغي حراس المرمى. احنا وصلنا 12 مره حارس مرمى افريقي. الحراس المرمى الاجانب مفيده للانديه وليس للمنتخبات.